بمناسبة يوم الكشاف العالمي، انطلقت مجموعة كشافة ومرشدات دير اللاتين بمدينة الحصن شمال المملكة بمسير كشفي جال شوارع المدينة وأزقتها. وقد اشتمل المسير على احتفال رسمي وشعبي حمل عنوان أردن الأخوة والتآخي، حيث يجسد هذا الاحتفال التعايش المشترك في المجتمع بكل مكوناته ومختلف عقائده الدينية. ويهدف هذا الاحتفال الذي أقيم في مدرسة البطريركية اللاتينية الثانوية المختلطة في الحصن إلى إبراز التفاعل المجتمعي بين أهل البلدة التي تعيش أجواء فريدة من الإخاء الإسلامي المسيحي. احتفلت رعية الحصن ممثلة في المجموعة الكشفية في المسير الكشفي السنوي الثالث يلي حمل عنوان أردن الأخوة والتآخي، حتى نجسد هذا التعايش المشترك بين مكونات جميع المجتمع باختلاف المعتقدات الدينية. كان مسير جميل جدا وشارك فيه العديد من المسؤولين المدنيين والأمنيين والعسكريين يلي شاركوا معنا حتى تكون احنا وحدة واحدة في هذا المجتمع وتحت قيادة جلالة الملك عبد الله الثاني. كمان شاركت العديد من المجموعات الكشفية من المحيط في محافظات الشمال، حتى يكون مسيرنا هو مسير يدل أيضا على الوحدة الكشفية في اليوم العالمي للكشاف. منقدم شكرنا لجميع الأشخاص يلي ساهموا في إنجاح هذا المسير من أجهزة أمنية ومدنية ومن المجموعات الكشفية، ومنقدم التهاني للمجموعات الكشفية عامة وخاصة في الأردن في اليوم العالمي للكشاف، وأيضا تهانينا لوطننا في ذكرى معركة الكرامة يلي احتفلنا فيها في 21 آذار. ومقدم شكرنا لفضائية النور سات الأردن على تخطيطهم الإعلامي لهذا الحدث. احنا ككشاف بنعمل برسالة الكشاف ما بتميز لا بين أي عرق ولا دين ولا جنس، فاليوم هدفنا من المسير أنه احنا نبين الوحدة الموجودة في مدينة الحصن بين مسلمين ومسيحيين موجودين عايشين تناغم مع سوا. والمسير هذا ببلش من دير اللاتين في شوارع البلدة كلياتها، مع طبعا أنغام الموسيقى اللي بتعزفها الكشاف، كشافة اللاتين الحصن، مع باشتراك مع كشافة برضو الزرقاء اللاتين الشمالي، وإن شاء الله تكون واحدة من البوادر اللي تبين المحبة الموجودة بيناتنا، وإن شاء الله الأردن دائما يظلوا بسلام وأمان والمحبة والتآخي الموجودة.